بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. طيب، موضوعنا في هذا الفيديو ولا في هذا المقطع راح نتكلم عن تحديد ليلة القدر لهذا الموسم ولا لهذا العام، لهي 2023 الموافق ل 1444 هجري. تحديد ليلة القدر وعلامات المتفق عليها أو بعض علامات ليلة القدر. طيب، قبل رمضان، قبل دخول رمضان لهذا الموسم 2023 ميلادي، كان فيديوهات منتشرة بكثرة في الفيسبوك، في اليوتيوب، في المواقع تحدد ليلة القدر. قالوا أن ليلة القدر لرمضان 2023 ستكون ليلة 23، كان فيديوهات كثيرة، وبعض الفيديوهات قالت أن تحديد ليلة القدر يكون 27. اعتمدا على ماذا؟ اعتمدوا على رؤية، كثير من الناس شاف رؤية، ولا بعض الدعاة، كان للأسف نقول للأسف بعض الدعاة تكاثرت عليهم هذا الرؤية، رؤية أنه ليلة القدر تكون لهذا الموسم رمضان 2023 ليلة 23. طيب، تحديد ليلة القدر أبدا لا يعتمد على الرؤية ولا على المنام. إذن المنامات والرؤية ما نديروهاش كأصل ونعتمد عليها في تحديد ليلة القدر. ليلة القدر راجح من أقوال العلماء، العلماء رجحوا أنها متنقلة، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، رجح أن ليلة القدر متنقلة، معناها تنتقل في عام تجي في 21، العام اللي بعده ممكن تجي في 27، العام اللي بعده ممكن في 25، معناها تتغير وتنتقل، هذا هو الراجح عند العلماء. طيب، وتحديدها يكون وفق العلامات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بالنسبة للرؤية ولا المنام، شخص شاف في رؤية ولا شاف في المنام أنه ليلة القدر ليلة 23 ولا 25 ولا 27، ما يهمناش، هل نعتمد عليها ديرها كأصل ونقول أنه ليلة القدر كذا؟ لا أبدا، تحديد ليلة القدر ما يكونش بالرؤية وما يكونش بالمنام. طيب، نذكروه من باب الاستئناس بعد حدوثها، ممكن جاءت ليلة القدر في هذا العام، ممكن تكون في ليلة 23 تصادف الرؤية اللي شافوها هذا الناس ولا شافوها هذا الدعاة، لكن نذكر الرؤية من باب الاستئناس ومن باب الاعتذار. أما أنه ما زال لم يدخل رمضان وما زال ما دخلتش العشر الأواخر ونقول أنه ليلة القدر ستكون في 23، هذا قول على الله بلا علم، هذا افتراء على رمضان وافتراء على الله، لذلك الرؤية. طيب، غالب ما يراه الإنسان في منامه هو إما أن يكون رؤيا وإما أن يكون حلم أو أضغاث أحلام من الشيطان، وإما يكون حديث النفس. لذلك الأشياء اللي نشوفها في المنام ثلاث أنواع: رؤيا من الله، أضغاث أحلام، حلم وتلاعبات الشياطين، وإما أن يكون حديث النفس. حديث النفس هي الأشياء التي تحدث بها نفسك قبل النوم، قبل ما ترقد كنت تخمم مثلا في السفر ولا في أمر مهم، هذاك الأمر اللي حدثت به نفسك كثيرا قبل النوم ستراه في منامك، هذا يسمى حديث النفس. أو أشياء تمارسها بكثرة ستراها في منامك من باب حديث النفس. طيب، النوع الثاني أضغاث أحلام، هي أحلام شياطين، الشيطان يتلاعب بالإنسان. طيب، مثلا في رمضان وليلة القدر الشيطان همه أن الإنسان ما يقومش العشر كلها، لذلك يحب يقيده. ممكن يكون هذا الحلم أنه ستكون ليلة القدر في ليلة فلانية أو يوم فلاني، بحجة أن الإنسان ما يقومش جميع الليالي، لذلك لا نعتمد على الرؤية ولا نعتمد على الحلم في تحديد ليلة القدر، هذه أبدا لا نعتمد عليها كأصل. جيد. الأمر الآخر كذلك راحة النفس، بعض الناس يقول لك اليوم حسيت بانشراح الصدر وراحة النفس والطمأنينة، يقول لك حسيت باللي هذه ليلة القدر، هذا ثان كذلك لا نعتمد على راحة البال وانشراح الصدر والطمأنينة في تحديد ليلة القدر. لا، تحديد ليلة القدر يكون بالعلامات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. كاين علامات قبلية تكون في الليل وهي العلامات الليلية، وكاين علامات بعدية صبيحتها، وكاين علامات مختلفة فيها، وكاين على طيب. لذلك لا نعتمد على الرؤى ولا نعتمد على المنام أبدا، ما نقولوش بسبب الرؤية ولا بسبب، حتى وإن كانت رؤية
وفسرت على أنها، لكن لا نعتمد عليها ونديروهاش كأصل في تحديد ليلة القدر. كذلك انشراح الصدر وراحة البال والطمأنينة والانشراح هذا ليس دليل، لأنه يختلف من شخص إلى شخص. شخص عنده أسباب محيطة به وشعر بالطمأنينة فحس أنها ليلة القدر هو فقط، لكنها ما تكونش جزما وما نديروهاش عموما. لذلك لتحديد ليلة القدر نعتمد فقط على العلامات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. وطيب قلنا مقبل، أنا ننصح كل مسلم يحب يحصل على ثواب ليلة القدر جازما غير شك أنه يجتهد في العشر كلها. بعض الناس يجتهد في الأوتار فقط، لا، بيّن العلماء أنه ليلة القدر ممكن تكون في ليلة زوجية. لذلك أنصح كل مسلم حتى يدرك ليلة القدر وجب أن يجتهد في العشر كلها حتى الليالي الزوجية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر في 90 بقية. شو قال العلماء؟ قال العلماء 90 بقية إذا كان رمضان في 29، معناه 90 بقية هي ليلة 20. إذن ممكن أن تكون ليلة القدر في ليلة 20 من رمضان وهي ليلة زوجية. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان. قال العلماء إذا كان رمضان في 30 يوم معناه ليلة 30، إذن ليلة 30 ليلة زوجية. كذلك اختلاف المطالع والأهلة، دولة صامت متقدمة عن دولة بيوم أو يومين، بيوم أكثر تقدير يوم، إذن الليلة ليلة 23 عند دولة هي ليلة 22 عند دولة أخرى، وليلة 22 ليلة زوجية. إذن اختلاف المطالع حدثا ممكن يدخلنا في ليلة زوجية وليلة وترية. كذلك اختلاف أيهما أسبق، الليل والنهار، هل الليل اللي نكون فيه هو تاع اليوم اللي بعده أو اليوم اللي قبله، هذا يدخلنا في اختلافات كثيرة. لذلك بسبب هذا الاختلاف الكثير في تحديد الليل والنهار والوترية والزوجية وكذا، حتى تدرك ليلة القدر أخي المسلم جازما وتظفر بثوابها وجب الاجتهاد في العشر كل، العشر الأواخر رمضان اجتهد فيها كلها حتى تدرك ليلة القدر. طيب بالنسبة لعلامات ليلة القدر، العلامات التي نعرف بها ليلة القدر، طيب كاين علامات قبلية تكون في الليل يسموها علامات ليلية، ليلتها في ليلة القدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ليلة سمحة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة ومضيئة. قال العلماء ها حتى هذه العلامات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم علامات قبلية ليلية تكون من باب الاستئناس، من باب الاعتضاد. علاه؟ لأنها تختلف من مكان إلى مكان، لا حارة ولا باردة، مكان أمام البحر ومكان بعيد عن البحر مش كيف كيف، مكان في فصل الصيف، فصل الربيع، فصل الخريف، مكان في قارة أوروبا ولا في قارة إفريقيا ولا، يختلف من مكان إلى مكان. إذن هذا العلامات القبلية ليلة القدر تكون ليلة سمحة سهلة خفيفة، ما فيهاش النزاعات، ما فيهاش الانعكاسات، ما فيهاش، ليلة سمحة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة ومضيئة، رغم أن القمر ما يكونش بدر لكنها تكون مضيئة ضاوية منيرة. هذه العلامات نستأنس بها، ما نعتمدوش بها، ما نقولوش في الليل، حتى وإن وقعت كلها هذه الخمسة كلها في الليل ما نقدروش نقولوا هذه ليلة القدر. علاه؟ حتى تظهر العلامة البعدية. إذن العلامة الوحيدة اللي اتفق عليها العلماء في تحديد ليلة القدر هي العلامة البعدية، طلوع الشمس، وسبحان الله علامة بعدية تكون انقاضت ليلة القدر. لذلك بعد ما تطلع الشمس ونتأكد أن ليلة القدر، الذي عبد الله وأطاع الله يفرح بعبادته، ومن قصر وعصى الله يندم على تقصيره. لذلك الناس كامل يسألوا يقول لك ما كاش علامات قبلية باش نعرفوا وش من ليلة ونا عبد الله، لا، العلامة الواحدة المتفق عليها العلماء في تحديد ليلة القدر علامة بعدية هي طلوع الشمس. تطلع الشمس صبيحتها بيضاء نقية لا شعاع لها كأنها طست. طيب والشمس تطلع بيضاء بدون إصفرار وبدون شعاع خضوعا وخشوعا لله، لماذا؟ لأن في ليلة القدر ينزل الله تبارك وتعالى وينزل الملائكة وينزل جبريل عليه السلام، فالشمس لما تطلع في ذلك الصبيحة
تخشع لله تبارك وتعالى وتخضع لله في تلك الليلة. طيب، كما قلت العلامة الوحيدة المتفق عليها عند العلماء لمعرفة ليلة القدر هي علامة بعدية، طلوع الشمس بيضاء نقية لا شعاع لها. طيب كاين علامات اختلف فيها العلماء، علامتان اختلف فيها العلماء، هي نزول المطر ويكون القمر كشق جفنة. طيب نزول المطر، بعض العلماء قال نزول المطر من علامات ليلة القدر، بعض العلماء قالوا أن ليلة القدر ليلة ممطرة، وبعض العلماء قالوا أن نزول المطر ليس من علامات ليلة القدر، وبعض العلماء قالوا أن نزول المطر من علامات ذلك العام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أني صبيحتها أسجد على ماء وطين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يخبر الصحابة بليلة القدر خرج في جبهته ماء وطين، فظن بعضهم أنها من علامات ليلة القدر. والصحيح اللي عليه أكثر العلماء أن نزول المطر ليس من علامات ليلة القدر، ليلة القدر لا تكون ممطرة، وقال بعضهم أنها علامة تلك ذلك العام، ليست علامة كل عام. طيب العلامة الثانية المختلف فيها أن يكون القمر كشق جفنة، نص قصعة شق جفنة. هذا العلامة الصحيح بعض العلماء قال أنها علامة من علامات ليلة القدر، وبعضهم قال أنها ليست من علامات ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها لم يكن يقرر علامات ليلة القدر، وإنما ربط حدث بحدث. كذلك نزول المطر، نزول المطر وقمر، أن يكون القمر كشق جفنة، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع كان يربط حدثا بحدث ليقرر أمر من الأمور، ما كانش يتكلم على علامات القدر، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم علامات ليلة القدر كذا واذكر المطر والقمر كشق جفنة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرر أشياء أخرى فربط حدث بحدث. إذن الصحيح نزول المطر والقمر كشق جفنة ليس من علامات ليلة القدر. العلامة الوحيدة المتفق عليها عند جميع العلماء بلا خلاف هي شروق الشمس ولا طلوع الشمس بيضاء نقية لا شعاع لها ولا إصفرار لها ولا وهج لها حتى ترتفع. طيب رانا نتحروا في القناة تاعي في اليوتيوب، رانا نتحروا طلوع الشمس، تحرينا ليلة العشرين هذا الموسم، هذا العام 2023 ليلة العشرين استبعدناها، ليست ليلة القدر، استبعدناها لأنها طلعت الشمس قوية الوهج، قوية الإسفرار، قوية الإضاءة. ليلة 21 كذلك استبعدناها، ليست من ليلة القدر، استبعدناها. قاتلنا ليلة 22، ليلة 22 فيها شوية طلعت الشمس، شوية إسفرار وشوية إضاءة، لذلك خليناها على جنب، سنقارنها مع الأيام المقبلة. طيب باش نقولوا باللي هذه الليلة الفلانية هي ليلة القدر، لابد نقارن الليالي كلها، إذن ما يتسرعش، مش يشوف ليلة واحدة ولا صباحة واحدة ولا ويقول لك ليلة القدر هي ليلة فلانية، لا، وجب أن نتحرى جميع الليالي، نشوف العشر أيام كامل بعد ذلك نقرر نقول الليلة الفلانية هي ليلة القدر. كذلك وجب على المسلم الفاطن الذي يريد الظفر بأجر ليلة القدر أن يجتهد في العشر كلها. طيب كاين قول كذلك ذكره ابن رجب الحنبلي رحمه الله أن أحد التابعين قال إذا كانت ليلة القدر في ليلة وترية وصادفت ليلة الجمعة، هذا ذلك قول يذكره كثير من العلماء، وبعضهم قال أنه قول قوي، ليلة القدر إذا وقعت في ليلة وترية وصادفت ليلة الجمعة، كثير من العلماء يقولوا أنها تكون ليلة القدر، فبعض العلماء قال ليلة القدر تكون في ليلة وترية، والأقرب إذا كانت في ليلة الجمعة لبركة يوم الجمعة ولفضل يوم الجمعة، هذا ثاني قول يذكره كثير من العلماء. إذن اليوم إحنا اليوم ليلة 23، اليوم أنا الخميس، إحنا ليلة 23 وصادفت ليلة الجمعة، احتمال أنها تكون ليلة القدر، احتمال أن تكون ليلة القدر، لذلك لا تكونوا من الغافلين واجتهدوا. وطبعا حتى ولو كانوا يشوفوا غدوة الصباح الشمس فيها جميع العلامات أنها ليلة القدر، ما نفرطوش في الليالي الأخرى،
هذه صارت لنا السنوات الماضية والأعوام الماضية صارت لنا بزاف. الإنسان يعتقد أنها ليلة القدر ثم يغفل ويرقد حتى تكون حتى يتبين له بليلة القدر كانت في الليالي الأخرى. لذلك نجتهد في الليالي كامل. بارك الله فيكم، هذا ما حبيت تنبيه عليه حول تحديد ليلة القدر وعلامات ليلة القدر. اللي عنده ملاحظة استفسار ولا إضافة ولا أي أمر يتعلق بليلة القدر وعلامات ليلة القدر اذكروهن في التعليقات ونتناقشوا ونشوفوا. بارك الله فيكم. تنبيه، معلومات حول ليلة القدر وعلامات ليلة القدر معلومات شحيحة في الكتب وفي الفيديوهات وفي أنا تعبت بزاف سنوات. طيب نجمع هذه المعلومات، عندي سنوات كثيرة وأنا نجمع فيها ماشي وليدة اليوم والأمس وإنما وليدة سنوات. كذلك تحري ليلة القدر ليس من هذا العام فقط، عندنا سنوات نتحرى ليلة القدر. إن شاء الله عز وجل يكتب لنا الأجر. كما قلت اللي عنده معلومة تنبيه إضافة يتعلق حول ليلة القدر وعلامة ليلة القدر وتحري ليلة القدر خلوه لي في التعليقات ونتناقشوا ونبحثوا فيها. بارك الله فيكم، بارك الله لي ولكم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.